السلام عليكم. احنا اليوم في عيادة الدكتور محمد الزيتاوي ومعنا صبايا اخوات لنا كريمات، عملنا لهم العملية قبل سنة ونص. بنتنا هديل وكان وزنها قديش كان وزن؟ 131. الان ما شاء الله الوزن 71، الطول 171 الوزن 72 ما شاء الله. وبنتنا قديش كان وزن؟ 113 والان الوزن 70 72 ما شاء الله. فوصلوا بفضل الله عز وجل للوزن المثالي. ضل بيتنا نسبها كمان 5 كيلو عشان تصير يعني ملكان، وهذه الوصلة صارت ملكان. الآن نسمع تجربتهم بعد سنة ونص من العملية، وكيف كانت العملية، هل هي صعبة، كيف الحياة كانت سابقا مقارنة بهلا، وشو الفرق ما بين عملية التكميم سابقا كانت حياتها بناحية الوزن والحركة وحتى البعد النفسي. فبدنا نسمع من اخواتنا الكريمات، ويعني سعدنا اليوم بشوفتهم. الحمد لله رب العالمين. بالاول كانت حياتي كثير سيئه، كثير كثير ما شاء الله. قديش يعني معدل نزول الوزن هنا؟ تقريبا 50 كيلو؟ ما شاء الله 50 كيلو. كيف عامل يعني شفتي عملك شوارك وشفتي عملك ومشيت وتحركت؟ الحمد لله. شارع نشاطك حركتك نفسيتك تشعري ب يعني السعادة. أنا دائما بقول للمرضى إنه ندخل من السنة المفرطة إلى السعادة المفرطة. الحمد لله. اليوم أبوكي شكالي عليك بيقول لي إنه يا دكتور ما بتخلي لي، بس كل الأواعي هناك كبتهم هلا لبس جديد. كل جديد. وقالها تدفع مصاري هسا على اللبس، تدفع مصاري على الأكل هسا على اللبس. الحمد لله. الحمد لله. وتجربتك أنت كمان مصابين. الحمد لله. مبسوطة كثير يعني، كانت زمان مش مبسوطة، هسا لا مبسوطة. تخوف العملية؟ لا. صعبة سهلة؟ لا سهلة. هل فيها حرمان؟ لا لا كل شيء. فيها ندم من المال؟ لا بالعكس مبسوطة كثير، وبتمنى لو سويتها من قبل. الحمد لله. الله يحفظهم. طبعا لنا لقاء اخر مع ابوهم وامهم مشان يحكوا لنا عن بناتهم كيف كانوا في البيت ونشاطهم وحياتهم ونظرة الوالد كيف، وبعد العملية كذلك كيف ردة الفعل الوالدين والاخوة الاكارم. حياكم الله ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.